خير يا سيدي، ليش جمعتنا؟ خي يعني مش انت عارف الماب الا الان صح؟ ايش فيه؟ كيف ايش بي؟ المقاتلين كملوا من الجبهة الان ما عدتش معنا رجال، والمصيبة الكبيرة ان القبائل بدؤوا يعرفوا حقيقتنا. لا طيب ايش الحل في بالكم يا سيدي؟ انا لهذا جماعتكم، ايش في حل؟ الحل عندي. ها ايش؟ ان احنا نخرج ابناءنا وابناء القيادة حقنا والناس كلهم يهبوا خلفهم. انت مجنون؟ نخرج عيالنا مع عيال القبائل؟ ايه ما هذا الخبر يا سيدي؟ لا انا قصدي هم مشغولين يعني بس. لا مشغولين ب... من عينتبه للبنك، من عينتبه للتجارة، من عينتبه للسوق السوداء، من عينتبه للمجهود الحربي، طبعا نبلا اولادكم ولا الناس. لا ما لنا من هذا الموضوع، ما لنا، خرجونا من هذا الموضوع، احنا معنا اجتماع مهم الان، احنا نشتي حل. تكلم انت، ايش الحل؟ شوفوا ما بمعنى حل الا ان احنا نثير القبائل ونستفزهم بحاجة تخليهم يقوموا عن بكرة أبيهم، يعني إشاعة قوية. وهذا حل، بس إيش الإشاعة الذي نطلقها؟ الإشاعة عندي، فنقول للقبائل يقوموا على أعراضهم، والشعب اليمني والقبائل فيهم غيرة، والله لا يلتفوا عن بكرة أبيهم. حلو كلام صح. نقول لهم ان الدواعش اجوا يقتلوا اولادكم ويقتلوا نسوانكم ويهبوا بيوتكم. نقول لهم غيروا المناهج. لا يا حماء، هذاك احنا اللي غيرناهن. الان ايش عندكم توجهوا؟ انا مستعد انزل تعز. لا مش وقت تعز. انا من رايي الجبهه الرئيسيه نه. خلاص مش وقت تعز، اتحرك معنا على طول. حاضر يا سيدي. وانت تخرج حمايم مع ابو هياد. علم يا سيدي. بس اشتي لبس، هذا اللبس حق زمن خلاص، افهم انت داري من انت الان. لبس لان القبائل يحترموك اذا شافوا معك لبس سواد. اشتي الصباح الشال حقك يطرح هكذا، تحط الشال هكذا، وشبحة سيد ترى اذا شافوا الهنجامة يقولوا ضي عالم، وبعدين اشتي هيبة سيد. داري من اين انت؟ تمام واجي. خلاص علم. خلاص يعني هكذا يصدقوا. هكذا اهم شيء تتحركوا. خلاص على هذا اشتي كل القبائل توصلهم هذه المعلومات على طول. تمام شر ما يهمك. يلا انت هاي اجتماع. بس يا سيدي انا عندنا يعني عندنا عمل شويه، يعني 3 أيام 5 أيام يعني. أي شو؟ وبيعمل يا سيدي. مش مشكلة، لك اليوم وبكرة وبعد بكرة تنضرب. تمام خلاص علم. خلاص اشتي هذا المعلومة توصل عند كل القبائل. خلاص بشر علم. خلاص قول يا سيدي. خلاص يلا انتهى الاجتماع. وهو كذلك. يا سيدي ابشر يا سيدي، ولا يهمك لا هجوم يا سيدي، علينا هجوم. ابشر اجمع القري كلهم ولا يبقى واحد. ولا يهمك يا سيدي، ولا يهمك. يلا على طول ابشر، انا سير اشوف القري يدرحون كلهم. حسنا
خارج نار مخرج عليك ما قام اليوم كل يوم قرح قرح. هذا سيدي العيني أبتي ركبك ركب أمك عشان ما شد الجا. أها هيا وين جو أصحابنا بقي أصحاب القرية؟ صلوا على رسول الله وعلى آله. على آله طيب يا طارق. إحنا بارك عليه الله يصلي وسلم بارك عليه. أهلا سيدي. أهلا إحنا هذا الحين حنجتمع لأنه عايجي سيدي الآن وأنا أشتي منكم تبيضوا وشي. أبشر يا سيدي والله هم. أها الله يرضى عليكم أنتم في جهة أنتم مع ربي تمام. يعني لا جلاء ما بلا تبيضوا وشي. لا تبهذلونا بعد أرجع يتبهذلني سيدي. تمام يا سيدي بعيني ولا يهمك. وين البندق حقك؟ البندق بيشتحني قصدي موجود يا سيدي بعيني. أنت صورتك مش أنت حق قتله؟ إلا عن قتله عاد أنك ذحين من الجبهة. بين أقول لكم هذا الأيام ما يمشي واحد إلا ومعب بندقه وزمالته. إحنا في حرب مش لعبة. ما يهمك إلا أبيض وجهك مثل الثوب هذا ولا يهمك. سيدي بعينيك يا سيدي بعينيك يا سيدي. ما بلا بيض وجهي أنا ولا يهمك. يلا أهلا سيدي. وحيني من الجغاصة. أنت على طول يا سيدي أيوة أنا من بعيد. أهلا بس خلاص ما بشتعي أهلا بسيدي ونور عيني وقلبي وفؤادي نورت القرية يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنتو؟ الحمد لله رب العالمين. يا سيدي خلينا ندخل نجابر داخل أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بسيدي. شرفونا عندي بالبيت يا مرحبا. أهلا من هذا؟ أنا عبد الله أنتم ضيوف اليوم لازم تجوا عندي. بيت الله ضيف. نظيف يلا بسم الله. شرفتونا بسم الله. يلا بسم الله. نورت يا سيدي القرية يا سيدي. أنا ذلك أنت دشت دخل بيتي يا سيدي. تفضل يا سيدي. أنا مرحال يا سيدي إنك شريفنا. تفضل يا مرحبا اهلا وسهلا سيدي عيني. تفضلوا اهلا وسهلا. اسمع باحيني هذا كيفو يا سيدي؟ هذا يوم معانا يوم يعني بعد حاله. لا 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 ما ينفع يوم معانا ويوم بعد حاله. هذا انا مشتي. انت امر يا سيدي امر يوهنا الطاهره. قل شوف انا امر تحت ليش هذا زقع صورة الزقع زيادة. ما هو صح زقع وبيت يعني ما مش ما حالي. إذا ما ينفع شان الجامع عاد وجالس ولا قد فجرته. ما قد فجرناش حد. إحنا بنجلس فيه علشان المجامع حقنا للجبهة. نكمل أمورنا وحنكرها. إذا نجتمع في الجامع. بسم الله رجع. يلا. يا عبد الله حق الحق إحنا عايزين نروح. يلا. يلا. راعي. من سيدي. بشبك. نسيت. هيا بالكم الجماعة جوجو عندك. بعدكم الجامع احسن. الجامع نظيف ها؟ يا سيدي ما بالله احنا اصلا قد طبعنا القريب من طرف لا طرف ولا يستخلينا حاجه وكمل علينا الرنج. صورتكم بتصلوا. ما انت لك يا سيدي احنا بنصلي. احنا بنصير الجبهه ولا بنخلي واحد ثاني وبعدها احنا قاعد بنرجع نخزن وشمه انقلك. وين شعارات حق الجامع؟ طيب احنا عملنا شعار واحد؟ واحد بس. شي نشتري رنج ونطبع يا سيدي بعيني. شي نطبع ونروي كاين القلب. صلوا على رسول الله. احنا معانا الان كلمة سيدي وانا اشتي منكم كل واحد اذنه لا عند كلمة سيدي. تفضلوا. اولا لي الفخر ان اجتمع بابطال امثالكم الرجال الذين لم تخضعوا للعدوان الخارجي العدوان الذي اعتدى على اليمن وعلى الشعب. وأنت وأنا أحد هذا الشعب. وأنا حبيت أقول لكم تحية السيد حيث وهي مخصوصا من عند خصوصي لا أهل هذه القرية العظماء أصحاب الملامح الحسنة أصحاب القلوب النيرة أصحاب المهم وأنه يدش بكم يشد يشد بكم الظهر
وانعم بكم رجال وقال عليكم ان تحموا الوطن من العدوان الذي كل يوم يتقدم قليلا قليلا. عليكم ان تقفوا وقفة رجل واحد ضد من يريد ان يدخل بلادكم يستحيي نساءكم ويذبح اطفالكم. الله اكبر. الموت لامريكا. الموت لاسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للاسلام. شفت؟ هذا داعش. يمكن داعش. يا سيدي اخوتي كلهم استشهدوا في الجبهة. ما عاد باقي الا انا لحالي. وانت ما عاد معك انا؟ عندي سياسي. بعدهم؟ اخواتي استشهدوا غرب الغلط، قتلوا منصار الله. صاروخ رجع بالغلط. هذا يطلع الجبهة تمام؟ خلاص دور سوقي يا سيدي. مر اسوقي. اول شيء سوق هذا. سوق الجبهة، الجبهة يا سيدي ولا تقلق. ما انا مش عارف. ليش؟ خلاص هذا خلاص ما عادش داعي. خلاص اجمعهم الان علينا ان نكون يد واحده قبل ان يدخل العدو الدواعش. يقتلون نساءنا ويذبحوننا كلنا ما بيرحم احد لا صغير ولا كبير. وقالوا انهم دخلوا قريه ذبحوا كل اهل القريه اطفالها ونساءها. خلاص املع اصلا. ولا رحموا لا شيبه ولا امراه ولا خلوا احد كانه يذبحون حتى الاغنام. اذبحوه. ايش هذا الصوت؟ ايش صار؟ يمكن يهجم يا جيم. واصل اكيد هؤلاء الدواعش. اكيد هؤلاء يحاولون ان يدخلوا القريه لكن هيات ان يدخلوها وفيها الرجال من امثالكم. ايها الابطال. ايها ابن الله. انتوا يا سيدي ما استحوش معانا القريه. يا سيدي انا علي انا كرر كلهم قبل ما يدخلوا حول الدواعش. يلا تحركوا. جلس مهدكم الصبع والسيد. جلس بينا قول. جلسوا يا سيدي جلسوا. جلس. أنا ما رحمة تسمعوا. أنا رملا مفضل سكر. عسكري. هاي. البيت من هذا وبتشي. هذا بيتي يا فندر. بيتك. أيوة. لو سمحت خرج العوائل نشوف كيف. العوائل ما هرجع حد بالبلاد. الله صدق شو بدي أسوي. يا فندر. لحظة. طيب. يا أبطال عشتي يا أبطال. الوضع تحت السيطرة. مسكنا رأس الحية. وشدوا المنطقة بالكامل. يلا. جلس يا بني ادم. يقول لك اجلس الرجال مو بندق. يا فدان بعد ما تفتشوا ما تفجروا شبيه. لا ما نفتش البيت ولا لا ما مشي اخلاقنا ولا هي من اعمالنا احنا نفجر بيوت. بس يا فندم انتم دواعي. هاي البيت خايم مسرح. يعني انتم دواعش؟ من قال لك احنا دواعش؟ الخبير ناجيش وطني ما احنا دواعش. ايوه ولا بنفجر بيوت ولا بناخذ حق احد ولا بننهب حق احد. احنا جينا نستعيد حريتك الذي سلبوها هؤلاء حقته والحوادث. نستعيد اموالك ونستعيد اموال الدوله والذي انقلبوا عليها هؤلاء تمام. ها احنا هذا كل المعلومات اللي بيقولوها علينا لا صدق. الله يحفظكم يا جيش يا وطني يا جيش يا وطني ويحفظكم يا مقاومه ويحفظ
يحسبكم إقامة. هذا من هو؟ هذا عقل السيد الأسبوعي وحاضرنا. أنتم سرقنا، أنتم تفجروا بيوت. حتى أنت وسخت الثوب. إيه والله لا، والله لا. أدري عليك. ليش؟ أدري عليك. ها؟ ولا شيء ولا شيء. مستجاب أنت ولا إيش؟ مستجاب وما هو؟ ها؟ لا لا أنا. أقولكم على الناس ولا بتضحكوا على الناس ولا بريا؟ ما بتصحوش على أنفسكم. بس كيف أنت لابس وكيف هم هؤلاء؟ ليش أنت ما تسير الجبهة دقيقة؟ شكرا لك يا فندم. يعني أنتم لا تفجروا ولا تقرحوا ولا تسرقوا ولا تنهبوا ولا نفعل حاجة حتى السماء تهرد. ما شاء الله. كيف يفجروا وتتفكر إنهم سرقوا إنهم فجروا؟ هكذا هم يشتي لهم الألات؟ أيوة. وقولوا انتبهوا على البلاد وعلى القرى، ما تصدقوش ولا أنتم متعلمين وفاهمين. يعني الله يحفظكم، الله يحفظكم يا جيش وطنية مقاومة. شلوا هؤلاء يلا، شلوا الأسرى يلا، شلوا الأسرى يلا. قوم من هذا، ناس قوموا. قام خلاص يلا امشي. نهض يلا نهض. اها تفضل يا سيد يا قنديل يا حالي يا الذي لحررت البلاد والعتوبة الأمة. يلا الله يحفظكم لنا. انا اليوم معاكم مع الجيش الوطني. الله يحميكم، الله ينصركم، الله يحفظكم. شعبنا المسكين سكت على الظلم والتجويع لدى الحين. تتحولوا راتبك للمشرفين تموين. في عهدهم ضاعت الدنيا وضاعت الدين. أنا أهلاوي يفهم وشعبي يفهم. في عهدهم ضاعت الدنيا وضاعت عصت أبوها ورجعت اليمن للخلف. ومن شاك حالته إن في أصعب ظرف تشلى هالمعركة وتغرب لم من خلف وتقولهم العدوان. أنا يفهم وشعبي يفهم. ترسي الأولاد خلق الله للجبهة. وعيالهم بطير معنا. أنت في البيت هات اللحمة هات القات. النصيب يموت بالبارود والدانات. باقي الشعب لا أحيا ولا أموات. أنا اشتي يفهم وشعبي يفهم. أنا اشتي يفهم وانتو فهموا عتندموا. حتانا يا جماعة الورعة عبد الملك خلى اليمن خارب. ويشتي الشعب يخدم بيت ابو ظالب. من يوم جاب المسيرة وانت بتسارب. من الحرية قد سرت عز ولا نزل مارب. ولا ميدي ولا البيضة ولا الجوف.